مشاهدينا الكرام، وسعدتم صباحا، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. بداية، أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة مساء أمس بالنادي الوطني للجيش بنمسوس باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف على حفل بمناسبة الذكرى 59 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، نظم على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وكذا عدد من الإطارات السامية في الدولة. وحضر هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي المخلدة لتاريخ الجزائر المجيد، حضره رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول إلى جانب شخصيات وطنية وثلة من المجاهدين. عن التلفزيون محمد رضا بوزيانة. هي التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي المخلدة لتاريخنا المجيد، وتخليداً لأرواح الشهداء الأمجاد. فبمناسبة الذكرى 59 أشرف السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسم السيد رئيس الجمهورية على الحفل المنظم بالنادي الوطني للجيش بحضور رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الدستوري، الوزير الأول، إطارات سامية في الدولة إلى جانب إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وشخصيات وطنية وثلة من المجاهدين، حيث استمع الحضور في البداية إلى النشيد الوطني من أداء فرقة موسيقية للحرس الجمهوري. ثم تابع الحضور عرض فيلم وثائقي من إنتاج مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي بعنوان الجزائر أرض الكرامة والكبرياء. تم الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية. أشرف اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على توزيع وحدات سكنية من مختلف الصيغ بالموقع السكني بدويرة بمناسبة أحياء الذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب، ويتعلق الأمر بموقع 3746 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل المتواجدة بالدويرة. الوزير الأول ولدى استماعه إلى شروحات حول هذا الموقع أكد أهمية تفعيل دور المجتمع المدني في تثمين هذا الموقع السكني والمحافظة على المحيط. من نهار اللي يجيو الساكنة هنايا ان شاء الله دو ميتر ان بلاس دي اسوسياسيون دو بروتيكسيون دو لانفيرونمون اي دو لا بروموسيون دو كادر دو في. هاك تشوف الله يبارك، شوف المحيط كيفاش راه، ماذا بينا تكون لا بريزيرفاسيون تاع هذا الكادر هذايا اي لو بروموفور انكور بلوس. دونك انا من وجهة النظر تاعي انه نفرض على الساكنة كلها يتنظموا في هيئات للدفاع عن المحيط وترقية المحيط، وتكون هناك دي زيفالواسيون بيريوديك سور لا بريزيرفاسيون دي 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 دو كادر. الشعب تاعنا والله يستحق يعني يكون كما نقولوا اون دو سانتيريسي دو رينافون لا كاليتي دو لا في يا لا بروموسيون دو كادر دو لا في، فهمت؟
pas uniquement logement, là c'est un logement dortoir. Non, non, il faut promouvoir ce cadre-là et mettre en place des associations. Des associations. قال هنا يا شحال عندنا الله يبارك 3000 combien de 746. الله يبارك. Donc on peut dire que le واحد عندنا minimum 15000 habitants. Donc 15000 habitants, il nous faut 2-3 associations minimum. يعني زوج ثلاث جمعيات على الاقل. فهمت لي حماية وترقية المحيط. أحيت اليوم وزارة الشؤون الخارجية ذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب، ذكرى استحضرت فيها الأسرة الثورية رفقة إطارة الوزارة ملاحم وتضحية أبطال ثورة المجيدة، وهذا برفع الراية الوطنية ووضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء. المناسبة فرصة لاستحضار ما عاشه الشعب الجزائري على أرضه الطاهرة طيلة 132 سنة ليزيح جرائم الظلم والاستبداد ويفتك الحرية بأعظم الثورات في القرن العشرين رافعاً راية النصر والاستقلال. تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين أنه على إثر الحرائق المندلعة أول أمس رابع جويليا بولاية خنشلة فقد جندت وسائل وإمكانيات بشرية ومادية معتبرة من 7 ولايات مجاورة تدعمها مروحيتين تابعتين للحماية المدنية لإخمادها والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تطمئن جميع الساكنة أنه لم تسجل خسائر بشرية لحد الساعة. وفي الأخير، وإذ تنوه الوزارة بتوصل الجهود إلى غاية الساعة قصد السيطرة على الحريق وإخماده نهائيا، تطلب من الجميع التحلي بالحيطة والحذر اللازمين في مثل هذه الحالات. وفي بيان آخر لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أنه على إثر حادثة الإغماء الجماعي والتسمم التي شهدتها إحدى شواطئ بلدية نس بولاية الشلف والتي أسفرت عن عدد من الإصابات وحالة من الهلع لدى المواطنين، تطمئن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الرأي العام بتماثل جميع المصابين للشفاء ومغادرتهم جميعا الهياكل الاستشفائية بعد تلقيهم الإسعافات الضرورية. كما تؤكد الوزارة على اتخاذ السلطات المحلية لعدد من الإجراءات العملية والاستعجالية ابتداء من ليلة الرابع جويلية 2021 رامية إلى حماية سلامة المستعفين، فيما تعكف فرق ميدانية متخصصة على مباشرة التحقيقات البيولوجية للفصل في أسباب هذا الحادث والتي سيتم إطلاع ورأي العام بها فور استكمالها. بقصر المعارض انطلقت اليوم فعالية الصالون الدولي للتصدير واللوجستيك تحت شعار نعم الجزائر تصدر، ومن تنظيم مؤسسة الابتكار والإشراف الاقتصادي وبمشاركة ثلة من الشباب المبدع والمبتكر في مختلف المجالات. ومن قصر المعارض الصنوبر البحري تنضم إلينا الزميلة هند شرفي. هند، ماذا عن المشاركة والآفاق المتوخاة من هذه التظاهرة؟ مساء الخير زميلتي. نعم، نتواجد هنا بقصر المعارض أين تنظم مؤسسة الابتكار والاستشراف الاقتصادي الصالون الدولي للتصدير واللوجستيك والتي انطلقت منذ صباح اليوم لتستمر إلى غاية يومين. هذا الحدث الدولي يضم 150 عارض من المنتجين الصناعيين والناقلين في المجال الاقتصادي وفي مختلف الشعب الصناعية والزراعية كذلك. أما عن الأفاق أو الأهداف المرجوة من تنظيم هذا الصالون الدولي يتمثل في تثمين جهود ربما الأطراف الاقتصادية لخلق أسواق خارجية وخاصة منها الأسواق الإفريقية، إلى جانب تحسين المناخ أو مناخ التصدير بالجزائر وتقريب المورد من المستورد. سيكون خلال هذا الصالون أو خلال فعاليات هذا الصالون الدولي للتصدير واللوجستيك في طبعته الأولى
العديد من الخبراء الدوليين الذين سيحضرون هذا الصالون من أجل تنظيم العديد من الورشات الاقتصادية بهدف تبادل الرؤى والآراء من أجل تحسين أو وضع خطة ومنهج للمجال الاقتصادي. شكرا لك هند شرفي، كنت معنا مباشرة من قصر المعارضة. خلال تدخلها في برنامج هذا الصباح، أكدت البروفيسور سامية شمالي رئيسة مصلحة طب الداخلي بمستشفى رويبا أن عدد الإصابات في الجزائر في تزايد يوما بعد يوم، وأنه على المواطن توخي المزيد من الحذر من هذا الوباء الذي يؤدي إلى الوفاة. المصلحة مشبعة بالمرضى، نحن نستقبل عدد كبير من المرضى المصابين بهذا الوباء، والبعض منها حالات صعبة تستدعي أنهم يروحوا لمصلحة الإنعاش. واللي لفت الانتباه ديالنا أنه في هذا الموجة ما رناش نستقبلوا غير الناس المسنة واللي عندها أمراض مزمنة، رانا نستقبلوا أشخاص صغار، مرضى صغار، وفي حالات يعني صعبة. دونك وبحكم انه ولات عندنا يعني نقدروا نقولوا تجربه في الوباء، رانا عندنا براتيكمون 18 موا 18 شهر وحنا رانا نكافحوا في هذا الوباء، نقدروا نقولوا بلي هناك مؤشرات لا تفائل بالخير. الطاقم الطبي راهو في حاله تخوف انه تكون راح نقابلوا موجه اخرى من كوفيد 19، الفيروسات المتحوره كما دلتا نسبه الوفيات فيه خطيره جدا وكبيره جدا. أما عن الوضعية الوبائية بالأرقام في الجزائر، فقد سجلت 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وعشر وفيات، فيما تمثل 361 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما كشفت عنه أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. دوليا تشهد تونس وضعا صحيا صعبا إثر الارتفاع اليومي لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث قررت السلطات العليا إقرار الحجر الصحي الشامل بالعاصمة نهاية كل أسبوع، وضعية صحية صعبة لم تشهدها تونس منذ مارس الماضي. المشهد التونسي في تقرير للعربي قشالة. ترتفع أرقام الإصابات وتتزايد معها المخاوف من أن يصل الوضع الصحي في تونس إلى مرحلة الخروج عن السيطرة. كراي كارثة كبيرة، رانا تعبنا نحن عوين الصحة هي الكل اللي تعبت، الأوفريير الشبات بالناس الكل رانا تعبنا، راي قلوبنا مريضة على الأمة اللي مشيت، راهو كل يوم خمسة ستة راهو رسمي يجيبوا لكم راي الموت على تسجيل 400 إصابة يوميا من أصل 1200 تحليل وارتفاع في حالات الوفيات، ما استنفر السلطات التونسية لفرض الحجر الصحي الشامل في العاصمة نهاية كل أسبوع ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد إذا استمر الوضع على ما هو عليه أو حال تفاقمه. القائمون على قطاع الصحة يدقون ناقوس الخطر بعدما بلغت نسبة استيعاب أسرة الإنعاش 100%، في حين بلغت نسبة امتلاء أسرة الأكسجين 85%، وهي الأرقام التي وصفها الرئيس التونسي قيس سعيد بالمفزعة، داعيا التونسيين إلى المزيد من الاحتراز لتجاوز الوضع الصحي الحرج. في الرياضة، أجرى مساء أمس المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة آخر حصة تدريبية قبل نهائي كأس العرب التي تلعب اليوم بملعب الدفاعي الجوي بالقاهرة على الساعة 4 بعد الظهر، حيث يطمح المنتخب الوطني لتحقيق إنجاز تاريخي بعد مشواره الرائع في الأدوار السابقة، فحظ موفق لمنتخبنا الوطني. رياضة دائما، أجرى الاتحاد العربي لكرة القدم أمس بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة النسخة 4 لكأس العرب للناشئين تحت 17 عاما. القرعة أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات، ليبيا وجيبوتي، فيما ضمت المجموعة الأولى فلسطين، السعودية، الكويت والمغرب. أما المجموعة الثالثة فضمت منتخبات كل من تونس، العراق، موريتانيا واليمن، في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات مصر، البحرين، الصومال ولبنان. وبهذا الخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى الختام. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، أسعد بخدمتكم في نشرة الخامسة. إلى اللقاء.